السلام عليكم، جيسبر تكونوا لاباس، جيسبر تكونوا غايا. اليوم سوجي شويه تاع ليكزود رورال، شويه تاع ان بو دو تو. المهم على بالكم باللي لي فيل الجيريان فيهم كاين فيهم جوج تاع انواع، كاين لي زونسيان فيل القدام وكاين لي فيل كولونيال. تلقى ستادير اون اونسيان فيل اللي من بكري من العصور القرون وكاع جينيرالمون سي دي فيل اللي مبنيين في لي هوتر في الجبال، ولا دي فيل بورتويير، ولي فيل كولونيال هما اللي بناتهم فرنسا كيما بالعباس، كيما لي فيل اللي جايين اللي بانيهم في البلا. علاش بغيت نهضر هادي؟ بغيت شويه ندير امتي رابيل هيستوريك على لي فلو اونتر كيومي ميغراتوار. Bon, c'était genre de un peu c'est-à-dire exode mais chez qui m'a n'est-ce que je vous fais c'est-à-dire مختلفة là bas comme les villes fait le monde entier qui aime la population aime تبدل toujours تبدل qui aime n'est-ce les jours aime les roues c'est-à-dire le flux il est des mouvements naturels mouvement normal dire fait les années 30 les années 30 حتى 48 حتى هذيك لا بيريود هذيك كانت اون كريز نورمال اون كريز مونديال ايكونوميك ومع لا دوزيام كار مونديال والجزائر ديبوندي توجور دو لا متروبول و استادير مي كانت كاينه لا غير وكاع كانوا توجور دي بروبليم في الترانسبور في لي باطو ما يدخلوش. المهم كانت ازمات بزاف خلو ردو استادير المواطن الجزائري هذاك القيس ولا الانديجين ولا يعيش ازمه ويعيش الفقر كما نقولوا هنايا في المدن، باسكو في المدن وخاصه في الريف. في هذيك لا بيريود الناس بزاف اللي خرجوا من الريف ومشاو دخلوا للمدن. المدن هذاك القيس كان مستعمر والعدد تاع السكان ما من عدد تاع السكان الجزائريين كان قليل في هذيك لابيريود. دونك اللي كان يجي في هذيك لابيريود يدخل المدينه سواء يشوف على واحد بن عمه وين نقول هنا ديبانيه يسكن عنده ياك، ولا يبني برا استادير في لا سورتي دو لا فيل. واش يبني هو السيد ما عندهش يبني قربي هي هو يبني قربي ويجي واحد اخر من بلاصه اخرى يبني حداه حتى هو قربي. هي هذا يبني حداه هذا حتى يوليو يعيطوا لها البلاصه هذه، يعيطوا لها القرابه. الوغ هذه القرابه هذه لو كان تروح في لوراني ولا برسك في كاع لي فيل كاين القرابه، بعباس موشند سعيده في كاع برسك كاع لي فيل كاين القرابه. ولا كاين كارتي كيما نقولوا بالمثيل في كيما نقولوا الحمري علاش يقولها الحمري؟ علاش يقولوا الحمري؟ التراب على بالكم لي لاجيري التراب لو سول اي ريش، ولو سول مين يكون احمر لا كولور تاع حمراء صافي دير سيتي ان سول اللي فيه الحديد فيه لو فير. هذيك لا كولين هذيك اللي كانت هذاك القيس ياك كانوا يقولها الحمري برشك حمراء. الناس بداو يستالو فيها في لافان في 1930 ولا بداو يستالو فيها غير بشويه ياك. هذا يبني حدا هذا يبني حدا حدا هذا. جات لا بيريود تاع لا غير د انديبوندونس. الناس كاين الناس اللي خرجوا بزاف من المدن، بدلوا بزاف المدن ياك. كاين الضغط، كاين كل واحد والوضعيه تاعها كيما حنايا في لابيرو تاع التيروريزم. كاين بزاف اللي خرجوا بدلوا المدن بدلوا. سوف كو المستعمر كان عنده دائما كان عنده كل شيء تحت المراقبه، فدير واحد ما ينجمش يبات عندك ولا تاع بن عمي ولا تاع فاهم في لا جورني ينجم يجي عندك، بصح في الليل ما ينجمش يبات عندك. دونك كان عندهم دائما تحت المراقبه، ولا الا بغيت تكري ولا ما تنجمش تكري وحدك اون طونكو سليباتير، الا دائما يجي معاك فاميلتك سواء موكس سواء هادي سواء واحد الفاميلا تاعي خالي الله يرحمه كان طاير في البلاطو في وهران، باش كراو ولا في البلاطو في السكنه اللي سادير
الحوش وين كان ساكن، مشى مع عمته وسكن مع عمته، سادي سيليباتير ما يكرولكش. هادي فاش هادي السيتان سادي اللي كان كاين داك القيس، السيستيم اللي كان كاين، المستعمر كان يكونترولي في لا بوبولاسيون اللي تدخل ياك، والدخل تاعها ما كانش ما كان ماشي حاجه سهله كما الناس اللي كانوا يعتقدوا. الناس وين مشاو استقروا غير بشويه بشويه، وفي هذه في هذه المدن تحت الضغط هذا اللي كان كاين في المستعمر تاع المستعمر، بشويه بشويه سكنوا المدن. مع الوقت جا لانديبوندونس، جا ولادهم استادير دخلوهم يقروا، دخلوا يقروا وكل شيء، مازال المستادير ديك كيما نقولوا حنايا الريحه تاع المستعمر مازالت كاينه، ليدوكاسيون فرونسيز مازالت كاينه، لاكسي على ليكول، الجزائر الشعب ماشي بزاف، مازال الخيرات كاينين، استادير المستوى المعيشي بدا يتحسن وكاع ياك. بداو يزيدوا الناس من الباديه غير بشويه بشويه ويدخلوا في المدن، ما بقاش هذاك الضغط اللي كان عند المستعمر، ولات كما نقولوا حريه في التنقل ياك. من بعد بشويه بشويه من ولاو الناس يدخلوا، الناس يروحوا، وكما نقولوا حنايا انتايا من المعسكر ولا الاخر، الا كنت مشيت وهران ولا تروح للكارتي اللي فيه الناس تاع معسكر تقرب لهم شويه. وفي الجي كيف لا انت من جيجل تروح بلاصه اللي فيها جواج، لا انت غير بشويه بشويه ياك، باش هذه حاجه طبيعيه كما في كاع لي موفمون ميغراتوار اللي كاينين. جات لا غير دو اونفا ماشي لا غير، جات لا ريفولوسيون اغرير، الثوره الزراعيه اللي كانت الفكر تاعها ولا نبدا تاعها ربما عند الاشتراكيين ولا مليح ولا لاباس به، المهم فشلت. ومين فشلت في السياسه تاعها، ناس بزاف دخلوا للمدينه باسكو هذيك الثوره الزراعيه ولفت الناس يخلصوا كما نقولوا حنايا، وعندهم مستوى معيشي لاباس به وكاع بلا ما يتعبوا ياك. قال لك انا علاش نقعد انا برا، ندخل للمدينه خير. دونك كيف كيف اللهم انايا عندي الكونفور اللي في لافيل، باسكو برا ما عنديش هذاك الكونفور. جا طالع هو تاني لي زاني 80 لي زيفينمون جاو وكاع. المشكل بقى في العلاقه تاع الناس اللي يدخلوا للمدينه ياك، واستادير يلي ليبر كيما نقولوا حنايا، ما كان حتى مراقبه. لو كان كيما نقولوا حنايا كان دايرين من نهار الاول دايرين مراقبه تاع الناس اللي يدخلوا للمدينه كان في الدول الاوروبيه ياك، مين تدخل دون ان كارتي ولا دون زيل في راك اونجستري، راهم عارفينك راك تخدم ماكش تخدم، وراك سادير بلا ما تعبى راك تحت المراقبه. كيفاش راك تحت المراقبه؟ سادير يعرفوا كاسكو مشيت ليكول ما مشيتش، شاك دير شا ماكش دير، الا ما عندكش مدخول وراك عايش ينجموا يعيطوا لك قلنا باش راك عايش. دونك كاين دائما سادير المواطن مين يدخل البلاصه ما عارفينه، الناس اللي عالي كيما نقولوا حنايا ساكنين، الناس اللي قائمين على البلديه وكاع عارفين الحركه تاع المواطنين اللي داخل كي دايره. في الجزائر لا، الجزائر تجي من تلت الخالي، تجي مكسموت، تجي تسكن تشري، انت جاي من مدينه اللي ما عندك والو فيها وتجي تشري سكنه بتاع 2 ملاير 3 ملاير، ما كاينش من يقول لك ميجاوك الدراهم باش يحوس عليك كاع ياك. حريه دير كيما تبغي، ما كاينش اللي يحوس عليك ما كان. دوك الناس مين دخلوا في هذا السيستيم هادو، الناس هادو اللي جاوا اللي دخلوا المدينه جابوا العادات تاعهم، وجابوا كيما نقولوا حنا النظره تاعهم للمجتمع اللي ربما ما تمشاش مع المدينه اللي يسكنوا فيها. الاوروبيين من يجي واحد جديد ولا يديروا له يدخلوه، دائما يدخلوه دو يعيطوا لهم لي كور دانتيغراسيون. كور دانتيغراسيون كيفاش يعرفوك بالمدينه، يحوسوا بك المدينه، يهضروا لك على التاريخ تاعها، ويهضروا لك على العادات والتقاليد، ويفهموك لي كود ياك اللي راك تحترمهم في هذيك المدينه. هنا في الجزائر هذا الشيء ما داروهش، دروك ينجموا يديروه كان يبغوا، باسكو عندنا بزاف لي ديبلومي اللي راهم دايرين لي سورس، دايرين لا بسيكولوجي، دايرين في التريك هذا تاع السوسيال، دايرين كاع عندنا بزاف لي ديبلومي راهم قاعدين.
ينجموا يديروا ياخذوا استدير المثال اللي راه في اوروبا. الناس اللي يسكنوا في المدينه الجديده يجوا يسكنوا ياك، يكونوا كيفاش تحت المراقبه، يعرفوا اللي راه خدام اللي راه يقرا، اللي باسكو لانتيغراسيون مي تدخل في الاخر، لانتيغراسيون ايل باس دابور بار لو ترافاي بو لي ادولت، ايل باس بار ليدوكاسيون. اور كاين عندنا حنا دي جون اللي يسكن دون اون فيل، هو جاي من اون اوتر فيل، ولادها ما يدخلهمش يقرو، وما كانش يحوس عليهم، ما كانش يجي يطبطب عليه يقول له ولادك وين راهم، ماهمش يقرو، ما كانش. دونك هاد لورغانيغرام ولا لورغانيزاسيون ديزون لورغانيزاسيون دو سويفي، هادي نورمالمون لي كومون يديروها. وكيفاش يديروها؟ يديروها استادير اون كولابوراسيون، كولابوراسيون افيك افيك ان سيستيم، ان سيستيم سوسيال. قال بالمثيل مام هاد الناس اللي عاطلين على الشغل وكاع، الا راهم يساعدوهم يعطوهم مش عارف انا في الشهر شحال، يعطوهم 5000 دينار و 1000 مش عارف شحال ليسونسييل، لا يعطوهم ما حنا كما نقولوا حنايا. قال فوالا هاد لو تروك تاع السوسيال رانا نساعدوك به، الا راك باغي دائما توشيه كل شهر، اللي تحضر معانا في دي كور دانتيغراسيون وفي دي كور دوكيباسيون، باش الانسان هذا الاولى يعرف المدينه اللي جاي يسكن فيها، الناس كيفاش عايشين، كيفاش يتعاملوا فيها، كاع يعرف كل شيء يكون على باله بيه، والزوجه ما يقعدش غير يدور، شادين ماشي ينوض الصباح ما عندهاش وين يروح، ينوض الصباح عنده وين يمشي، ويديروا له سيستم. قال فوالا باه تاخذ هذه المساعده ولا هذا تاع لو شوماج ولا حاجه، الا تحضر دائما لهاد لي كور وهاد لو بروغرام، ويكون عندك دائما اون بيرسون لي برون اون شارج لو دوسي تاعك، ودائما تتصل بيك، ودائما تعرفك اسكو راك تحوس على خدمه ماكش تحوس على خدمه، تطورت متقدمت كلشي كلشي ياك، ولكن كلشي تحت المراقبه. الدول الاوروبيه باديه تخدم بهذا الشيء هذا، باش ما يخلوش العباد غير كيما نقولوا انت حر تدخل وانت حر. في الجزائر صرنا كيما هكا، تدخل ودير كيما بغيت، دونك يجي هو يبني بدون رخصه، يديرون جي الناس هو في راسه بلي ماشي يديروش، باسكو هو راه جاي ربما من بيئه اللي كيما نقولوا حنا ليسباس الفضاء تاعه ياك، ماشي الفضاء تاع واحد اللي عايش في المدينه، اللي عايش في المدينه الفضاء تاعه اللي يحترم الفضاء تاع جاره، باسكو اللي عايش في المدينه عايش دون ان باتيمون دون ان ايمابل، ولا اللي يدير حساب جاره ما يدردكش ما يواسيش، اللي يقاري في بلاصه نيشان، اللي يكون نقي، كيما نقولوا دائما يدير حسابه تاع جاره. الوغ كو كاين واحد اللي يجي من البادية ولا ليسباس تاعه اللي ديفرون، ساكن في بلاصة اللي غير هو هو دون في كيما حنا فيلاج ولا لونتروا روتيري ولا، بصح من يخرج يحل الباب عندها ليسباس كبير، دونك يزق يخبط كرعيه يوسخ ما كانش يحوس عليه. طونديك في لا فيل هذا كل شيء مراقب، حنا في الجيري هذا الشيء هذا ما كانش. كيما حضرت انا خطره وكان ديروا شرطة البلديات، ما كاين جنوها ما كاين تندار شرطة البلديات باش الناس باش يساديري باش الناس يعرفوا روحهم بلي راك عايش في المدينة، والمدينة اللي تحترمها وتحترم جيران تاعك، ولا ما تحترمش تخلص لي زاموند. في الجزائر هذه مازال ما داروهاش، بصح هذه اللي قيديروها ان جامي ترو طار الضروه، كاين نجمو يديروها كون يبغوا الا اون فولونتي، وهادو صوالح ما يكلفوش بزاف، يا اخي واحد يعرف كيخدم راسه، ولا كاع ما بغاش يخدم راسه كوبي على الناس اللي فاتونا والناس اللي عندهم تجربة في تسيير المدن وفي كاع الميادين، في كاع الميادين كسوا في البناء كسوا في هادي في كل شيء، في كل شيء وفي كل شيء. دونك نعاود نولي للبوان هذاك، جات جا 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 المرحلة تاع الإرهاب وكاع، كاين بزاف الناس اللي خرجوا من البادية وكل شيء كهاربين من الإرهاب وسكنوا في المدن، ما لقاوش فين يسكنوا، سكنوا في لي كاف، سكنوا في الحوانيت ياك. انا نحسن عاونهم، كانوا تحت الضغط انا نحسن عاونهم، كاين بزاف هذا واحد هارب ولاده هارب خايف اللي يقتلوه حاجه طبيعيه، بصح اسكو البلديه كانت تتبع في هاد الناس، اسكو راهم يتبعوا، اسكو يشوف يكونترولهم في ولادهم بالمدينه، اي باسكو بزاف الناس ولاو
عندهم دي مالادي كرونيك، لازم الوسخ بزاف صوالح. هاد الشيء هذا، هاد لا بريسيون تاع هاد لا نوفيل بوبولاسيون اللي دخلت في المدينه هذه، واش خلقت؟ خلقت جور دو شوك، شوك كولتوريل بين الناس اللي ساكنين كما نقولوا سنوات 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 كما نقولوا حنايا في المدينه، عندهم عاداتهم عندهم تقاليدهم عندهم دي كود، بس كل مدينه تاني عندها كود وشاك ريجو عندها الكود تاعها. ياك وقع اصطدام مع الناس اللي ما يحترموش هذا الكود. كاين بالمثيل يجيك واحد يسكن بالمدينه من جهه من جهات، يسكن في المدينه تاعك انت، ياك هما عندهم شي كلام يقولوه دي بارول، ديك الكلمات اللي انت في المدينه تاعك الكلمه هذيك ما تنجمش تسمعها في البيوت، ما تنجم تسمعها باسكو سي تامو فيلغير. هو ما على بالاش يقولها، علاش يقولها؟ باسكو هو من جا ما قراوهش. لو كان قالوا له فوالا هنا المدينه اللي راك فيها الكلمه هذه ما تقولهاش، المدينه اللي فيها كيما نقولوا حنايا كيما في 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 كيما في الدول الاوروبيه كاع يعطوه يفهموه الكود، الكود تاع المدينه. دونك هاد الناس من جاو وقع ان شوك بين الناس الاصليين اللي كانوا ساكنين والناس الجدد، ولو شوك الي ا دي دوغري ديفيرس، سادير لو شوك اللي في اون غروند فيل اون بتيت فيل مش كيف كيف. لا غروند فيل جينيرالمون ال ابسورب باسكو ال لي مويان، و لو سادير لا بوبولاسيون اللي عندها كبيره بزاف، و ال بو ابسوربي هاد لو شوك تاع هاد ولا هاد لي بوبولاسيون اللي جاو. مع الوقت هاد لي بوبولاسيون بشويه بشويه يكومونس ا سادابتي، لادابتاسيون تبدا بشويه بشويه، الا ماشي لي بارون باسكو لي بارون فاتو الاخر، ولادهم يسادابت بشويه بشويه. لو بروبليم اي تو نيفو دي بتيت فيل، اي سورتو لي فيل تاع الانتيريور، لي فيل تاع الانتيريور اللي وقع لهم اون بريسيون انورم من هاد لا بوبولاسيون اللي هربت من التيروريزم، اللي هربت من التيروريزم في من الباديه ودخلت لي بتيت فيل. العدد تاعهم كبير بزاف والمدينه ما نجمت ما قاتش كي دير تسير الوضع هذا. نو سيرمون لو شوك هذا كولتوريل، حتى في الهضره، حتى في الهضره لا فامي تاعي وكل شيء. باري نعطي مثال، المثال باغ اكزومبل لا فيل دو سعيده بالمثيل، سي اون بتيت فيل في ليو بلاطو، الا سوبي تالمون دو بريسيون حتى تالمون، سادير العدد تاع الشعب اللي دخل في لا بيرو تاع الارهاب اكثر من الناس اللي ربما اللي ساكنين فيها. حتى في تولي تسمع مين تدور فيها، تسمع واحد الهضره اللي ماشي لاكسون، لاكسون ماشي تاع المدينه، لاكسون كاع جديد، خلينا من التقاليد اللي جابوهم معاهم، التصرفات اللي جابوهم معاهم اللي هما التصرفات ماشي تاع المدينه ولكن هي تصرفات تاع الباديه. وفي اغلب الاحيان ماشي الباديه الغنيه، ماشي تاع الناس اللي في الباديه البرجوازيين ولا كيما نقولوا اقطاعيين ولا، ولكن تاع الباديه الفقيره. هذا التصرف جابوه للمدينه، وهذا يخلق 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 احتكاك، يخلق اصطدام كما نقولوا حنايا بين السكان الاصليين والسكان اللي جاوا، حتى في مساله الحقوق، حتى في مساله ما في العرض والطلب. تجي الصباح تشري كاش حاجه موالف، تشري تو ابيتي تجيب الحوت تشري هذه، تجي تجي الصباح ما تلقى والو، كلشي دواء باسكو حتى لو مارشي التجاره ما التروف دي مال سادابتي مع هاد لا نوفيل بوبولاسيون. وفي مسألة أمام بالمثيل في اللوجمون سوسيو، الناس اللي ساكنين وزايدين في المدينة، وهذه هذه تنجم تهضرها على بالعباس ولا على سعيدة ولا على تموشنت ولا الناس ولا على وهران ولا على الناس اللي البلديين اللي ساكنين وكابرين وساكنين تماك وكاع ودايرين دو دوموند باش يعطوهم. هو كبر وقاعد مع والديه وتزوج ولاده زادوا معاه، زادوا كيما نقولوا عنده ثلاثة أربعة في كسموه، الوغ كو بوه زايد في لافيل وهو زايد في لافيل، ولاده زادوا معاه ومازال ساكن عند بوه، ومين يدير بالماتين وين دومون تاع لوجمون ولا ما يعطوهش لوجمون باسكو كاين واحد جا جديد من جهه وحده اخرى وسكن، ولا سكن في قربي وسكن في هذاك القربي ولا في كافا ولا مش عارف واش، وعنده العدد تاع الغراوين اكثر من العدد تاعك انتايا. دونك هو عنده الاولويه، دونك لو لوجمون سوسيال يروح له ليه هو قبل ما يوصلك ليك انت.
هذا الشيء هذا خلق نوع من الاصطدام ما بين الناس اللي ساكنين والناس اللي جاوا. هذه في المسألات اللي هضرت عليها، هذه تاع لي لوجمون سوسيو وهاد لي زاكي سوسيو نورمالمون، ما ولاوش يروحوا للانسان اللي مولود واللي عايش، اللي عايش في المدينه سنوات وسنوات. هذه من ناحيه، من ناحيه واحده اخرى قلت بلي الانتيغراسيون تاع هاد الناس تفوت بار ليكول وتفوت بار لو ترافاي. الانسان اللي يدخل المدينه وما يلقاش خدمه، شي يقعد يدير دي دور، يخدم تراباندو، يخدم يولي يخدم لا دروغ وشي يولي يدير. دونك راك حليت باب تاع لو تريك هذا ليكونومي باراليل. ولا دخلوا ولادها ما يدخلوش يقروا، ولا اللي كان دخلوا ما عندهمش ان ابوي كيما نقولوا حنا في المدرسه. باسكو في لي زاني 70 ولي زاني 80 سيتو في لي زاني 80 حسينا بها، وكاع كاين هادو الناس اللي جاوا منا ومنا من دخلوا يقروا في ليكول، كانوا معانا في ليكول وكاع، ما كانش عندهم ان سوتيان سكولير في الدار. باسكو علاش؟ والديهم ما قاريينش لا بليبار. علاش ما قاريينش؟ باسكو ما كانش عندهم لا شونس باش يقروا، ما كانش عندهم الغالب. دونك هما اي سون ديفافوريزي في مساله في مساله الدراسه ياك. ويجي كما يقول لك يجي لي شيك سكولير عندهم هما اكثر ما يكون لي شيك سكولير من عند واحد اخر اللي عنده ان سوتيان في الدار، اللي والديه يكونوا سادير قارين وكاع ويساعدوه. هذا ثاني سي تان اكتور، هذا سادير سي فاكتور. وانا نقول لك لا سي تان اكتور. هذه 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 من ناحيه، من ناحيه حتى في اللباس وحتى في مانيش عارف انايا في الحياه اليوميه. الحياه اليوميه تغيرت على الناس اللي ساكنين في المدينه، تغيرت عليهم، ما ولاتش كما كانت بكري، تبدلت عليهم. باسكو يشوفوا بلي كاين شغل ناس اونتر غيومي، ناس اجانب ياك، ولكن ماشي اجانب اللي كما نقولوا حنا يسون بالمثيل سون ديسكري. لا، باسكو كاين اجنبي اللي يعيش معاك، يسانتاغر، يسادابت. نقول اجنبي، ماشي نقول اجنبي اجنبي ستادير اوروبي ولا افريقي، ولا اجنبي بارابور المدينه تاعك ياك. كاين اللي ستادير دون لا ديسكريسيون دون لاخر ياك، غير بشويه بشويه يسانتاغر، يدير لونتوراج تاعه، يدير الاصدقاء، يدير الجوارين ياك، وخلاص يسادابت ويدخل في المدينه. بصح كاين اللي نو، كاين اللي ديجا ملي يجي عنده استعداد باش ما يسكنش، باش ما ينتجراش في هذيك المدينه. وكاين اللي كثر، كاين اللي عايش فيها كما قال لك ويسب فيها، ولا تلقاه عايش فيها ويحوس غير، يجي يحوس غير على ابن عمه، يحوس غير على ابن عمه، كما نقولوا عايش غير في لونتوراج تاع، في لونتوراج تاع ابن عمه. دونك ما كانش استدي هذا السيد هذا المدينه ما احتضنتهش، ولا ما نجمش تحتضنه، باسكو هو ما عندهش القابليه ياك للاندماج في هذا المجتمع هذا. هذه من ناحيه. مين كانت فرنسا بالمثيل، مين هدرت حطيت هذوك لي زيكزامبل تاع في لي زاني 30، لي زاني 40، لي زاني 50، حتى ال 58. باسكو 58 بداو فرنسا بدات تشوف من جا دو غول، بداو يشوفوا، يبداو يستدير يبنوا في لي كارتي، بداو يشوفوا شويه في الساكنه المسلمه، استدير في لي زانديجين ياك. كانت قوه استعماريه وكل شيء، ولكن كان عندها نوعا ما، كان عندها الكونترول على لي بوبولاسيون. كانت كيما نقولوا عارفه شكون وراه ساكن في البلاصه، شكون سادير. كان عندهم نوع من الكونترول، عندهم نوع من المراقبه. من بعد ما بقاتش هذيك المراقبه، سادير قال دينا الاستقلال يا دير كيما تبغي، وقالها بوتفليقه، قال عليها اون بلاك، راكم على بالكم لا بلاك اللي غادي اللي قالها هنايا. J'ai pris quelques notes. Ah, في un commentaire. Je crois Madame Sedouk, oui.
قالت انا صح، قالت باللي سيتي لوني ولا تاع لو تيروريزم، باسكو هاد لي كارتيي وهادو الدواوير هادو اللي الناس يسكنوا فيهم وكاع. سي فري سي فري، باسكو الحركات هادو تاع كسوا الارهابيه ولا لو كريم اورغانيزي ولا، وين يلقوا الصدى تاعهم، وين يلقوا الحاضنه تاعهم، يلقوها في الاحياء، ياك الاحياء الفقيره ولا الاحياء اللي عايشه على هامش المدن، باسكو ما فيهمش ان كونترول، ولا الناس سادير فقراء، ولا قادر كما نقول حنايا بشويه تاع المساعدات الاجتماعيه ولا، ياك يحموك. وهذا الشيء كان صاري، كاين سادير دي كارتي اللي كانوا كو سوا في لا ريجون تاع الجي ولا في لا ريجون تاع وهران ولا، راهم يعرفوهم الناس ولا، لي كارتي اللي كان الكارتي على برا اللي كان فيهم الفقر اكثر، وكان فيهم الضغط الاجتماعي اكثر، والناس كيما نقولوا حنا اللي يجوا منا ومنا يسكنوا فيهم في دوك الدواوير اللي جايين هاك هما الولا، باسكو الكرا رخيص، وكيما نقولوا الظروف هذيك، الظروف الماديه تاعه يخليه يعيش في هذيك البلاصه هذيك، هو عرضه لهاد الجماعات ولا العرضه للناس تاع اصحاب المخدرات ولا اصحاب لو كريم اورغانيزي. هذه من بكري، وماشي غير في الجزائر، كاع في المدن في امريكا اللاتينيه، كيف فافيلا في البرازيل، في الاخر كاع الاحياء، واللي جايين على اومارج صدير، جايين على الهامش، على الهامش تاع لافيل، دائما سي دي زوندروا اللي فيهم لو كريم من بكري، باسكو الشيء الاجتماعي هذا والمادي يساعد هاد الناس هادو اللي يستعملوا هذا الكسم. وكاينه حاجه اخرى في هذه الجماعات، مي كانوا يديروا كسوا في مام في اخت مام في اخت الثوره، كانت كيما هكا في يشوفوا في لي كارتي بوبولير، باسكو على كارتي بوبولير كاين الناس اللي كاين دي جان ولا اللي ما يخافوش دي جان ولا موالفين الريسك، موالفين هادي، موالفين يستعملوهم في العمليه تاعهم. هادي كانوا مجاهدين، هذيك استراتيجيه تاع لاغيريا. ومن بعد الثاني كانوا جماعات اخرين ولا في لي زاني 90 ولا، نفس الشيء، يشوف لك فين كارتي وين فيه الناس اللي ما يخافوش، ما غاديش يشوف فين كارتي ريش ولا ان كارتي تاع لي كادر ولا لي اونجاجي فيه داخر، باسكو ما كانش غادي يروح مع واحد يكون ان جان كادر ولا عنده لا كارير تاعها لي بيان تراسي ولا، ما غاديش ينضم كيما حركه مسلحه ولا الحركات المسلحه ولا، هادو يليق لهم واحد اللي يكون شويه كيما نقولوا حنا عنده الكوراج وما يخافش على بها، هما يلفيز هذاك سمو. ولحد الان اليوم لو كريم كسوا اورغانيزي ولا البونديتيزم ولا الاخر، دائما يلقى المكان تاعه، يلقى الحاضنه تاعه في اطراف المدن، ماشي في الاحياء اللي عايشين فيها لي كادر ولا عايشين فيها كسمو. هذه من بكري كاينه. المهم انا جيسبر راني درت ان تور كاع على هاد الكسموه. شوفوا كيما قال لك السوجي الجاي على واش نهضروا، ياك نديروا حاجه شويه تاع ضحك، شويه تاع نبدلوا، شويه نبدلوا هاد السوجي غير سيريو نو، نبدلوا، غادي نبدلوا، غادي نديروا حاجه شويه خطره هاك هي هذه هي وهذا هو. المهم انا اخليكم، اليوم بونسواري.